كريم زي أي شاب كان لسه متخرج وعاوز يشتغل بشهادته في التدريس، وفي يوم قابل إعلان لمنصة تدريس أونلاين قدم فيها وبدأ يشتغل بالفعل. في الأول كان بيقبض مرتب مقبول على أمل إنه يزيد مع الوقت، وبعد كام شهر بدأت المشاكل، خصومات من غير داعي والمرتب دايما ناقص، كل ما يكلم حد من الدعم ما يردش عليه، وكل ما يحاول يتواصل مع الـ HR ما بيوصلش لحاجة. فضل الوضع مستمر لحد ما وصل لأنه بيقبض أقل من ربع مرتبه الأصلي وبأسباب مش حقيقية من إدارة المنصة. كريم اتضحك عليه من إدارة غير منظمة ودعم فني مش مهتم بحقوق الموظفين، وعلشان ما يحصلش معاك زي كريم اختار تشتغل مع مكان موثوق فيه. فايرا منصة تعليق إلكتروني بتهتم بحقوق موظفينها، فيها دعم فني على أعلى مستوى، موظفين مهمتهم هي مساعدتك وتوفير متطلباتك، وكمان هتقدر فيها تطور مهاراتك وتكسب خبرات جديدة. لو عايز تشتغل في التدريس اختار فايرا.